بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسى الاشتراك في قناة أخي الكريم وتفعيل زر الجرس ليصلك أي جديد. مرحبا بكم إخواني الكرام، مرحبا بكم متابعين الأوفياء، كنتم مشتركين أو غير مشتركين، مرحبا بكم جميعا من يشاهدون هذا الفيديو. نقول لهم بالصحة، عيدكم وكل عام أنتم بخير، كل عام أنتم طيبين، ونسأل الله أن يعيده علينا بالخير والبركة. نبدأ في موضوعنا اليوم، معكم عبد النور مدريد. للمتابعين الجدد الذين يشاهدون الفيديو على قناتنا لأول مرة، نطلب منكم الاشتراك أسفل الفيديو على القناة الحمراء وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا إن شاء الله بالجديد الذي سوف نطرحه على القناة. وقبل أن نبدأ هذا الفيديو إخواني الكرام، لا تنسوا دعم هذا المقطع بزر الإعجاب، وذلك يكون تحفيزا لنا إن شاء الله لنستمر بنشر المزيد. موضوعنا اليوم سوف يكون على قانون التقاعد في الجزائر، والإجابة على الأسئلة التي أتتني في بعض الفيديوهات الأخيرة التي عملتها. سوف أجيب على بعض الأسئلة منها، لأن الأسئلة التي قرأتها معظمها أيضا تمت الإجابة عنها في فيديوهات عملتها على قناتي، ولكن لم أعرف أين الخلل من المتابعين الذين يتابعون القناة. هل يتابعون دقيقة أو دقيقتان من الفيديو الذي أضعه على القناة وينصرفون؟ من فضلكم أخواني الكرام مشاهدينا متابعينا الأوفياء، حتى يستفيد كل متابع أو مشترك أو مشاهد يصادفه هذا الفيديو على اليوتيوب، وأشعر أنا بأنني أقدم لكم الأفضل كي لا أتعب في تكرار الكلمات وإعادة الأسئلة والأجوبة في نفس الوقت. إخواني الكرام، من لم أجب عن سؤاله يعلم بأن الفيديوهات التي عملتها سوف أترك لكم رابطها أسفل هذا الفيديو، وسوف تجدون جميع الأجوبة في فيديوهاتي التي أنا أعملها على القناة. قبل أن نبدأ الفيديو والإجابة على الأسئلة، أريد أن أوضح أمرا صغير في بعض التعليقات التي تأتي على الفيديو، كبعض التعليقات التي وجدتها في فيديوهات على قانون التقاعد أو تحديد سن التقاعد. يقولون بعض الأشخاص بأن هذا خبر سيء وأنت نقلت لنا خبر مثل هذا. يا أخي الكريم، يا أخي المشاهد، أنا بشر مثلكم، وأنا أيضا موظف وعامل، وقانون التقاعد هذا لا يستثنيني وحدي. أنا لما يضع لي قانون مميز أستفيد من إحالة التقاعد على 40 سنة، أنا أيضا مثلكم أريد أن أقدم لكم الأفضل وأجيب على أسئلتكم، فأعينوني على ذلك. أنتم تعينونني بضغط زر الإعجاب على الفيديوهات. لماذا؟ لكي تنتشر مع الفيديوهات الأوائل على منصة اليوتيوب، وتشاركون الفيديو من فضلكم إن أردتم، لكي يصل هذا الفيديو ربما لأعلى سلطة في هذه البلاد. ربما كلمة مني أو من أحد غيري في الخير وفي نقل صوتكم أنتم كعمال أو موظفين، تكون مني أو من أحد شخص آخر غيري على قناة اليوتيوب، ومشاركة هذا الفيديو ليصل إلى عدد أكبر من المتابعين والمشاهدين المشتركين وغير المشتركين، ليستفيد الجميع إخواني الكرام. هذا طلب مني، ليس بطلب كبير، أن تضغط على زر الإعجاب أو تشارك الفيديو. أنتم تدعمونني مثل أنا أدعمكم، أنا أقدم لكم الأفضل، أنتم أيضا أطلب منكم أن تقدموا لي الأفضل. يجب أن يكون التقديم متبادل بيننا لكي نستفيد من بعضنا البعض، ونعلم ونتعرف على الأشياء التي يلزم علينا أن نعلمها. وإن لم يعجبكم هذا المحتوى الذي أقدمه لكم أو هذا الموضوع الذي أنا اخترته، فلا مشكلة ولا داعي، اتركوا لي التعليقات أسفل الفيديو إخواني الكرام، فلا مشكلة.
وغير محتواي. أنا لست متخصصا في هذا الموضوع فقط، أنا متخصص في عدة برامج كتقنيات تعليم، نقل أخبار، أشياء كثيرة. إن هذه الفئة لا تريد الاستفادة مني فأغير إلى فئة أخرى، ربما أجد من يستفيد ويعينني كما أنا أقدم له الأفضل، هو أيضا يتبادل معي نفس التبادل لكي نستفيد جميعا. أعلم أن الفيديو طويل والمقدمة طويلة، الآن ندخل في الموضوع والإجابة على الأسئلة. نبدأ بأول سؤال وهو من نجمة، تقول بأن المرأة التي في سن 55 واشتغلت 32 سنة وتريد أن تعمل إلى غاية 60 سنة، هل لها الحق في ذلك؟ نعم أختي الكريمة، لك الحق في ذلك، أن تضيفي، أن تطلبي 5 سنوات إضافية. السؤال الثاني، حميد، أنا خدمت 25 سنة وعمري 45 سنة، مازال لي 15 سنة. يا أخي الكريم، نحن نتمنى أن يكون قانون التقاعد على 45 سنة أو 50 سنة للرجال و 45 سنة للمرأة. نحن نتمنى، أنا موظف مثلك، أنا عامل مثلك، أنا أريد أن أخرج على سن التقاعد في سن مبكرة. جميع الأشخاص إلا بعض فئات قليلة الذين يحبون مواصلة العمل، ولكن لماذا كل هذا القلق؟ ما زالت الأيام وما زالت السنوات، ربما يأتي الفرج ويتم تغيير قانون سن التقاعد في أي لحظة من اللحظات، إنسان لا يدري. دراسات الآن موجودة في قانون التقاعد النسبي والمسبق، حسب الصندوق الوطني للتقاعد. السؤال الثالث، أيمن، عندي 59 سنة خادم 32 سنة، خويا مازال لك عام لازم تكمل 60 سنة وتستفاد من التقاعد، وتستفاد من التقاعد لأن قانون التقاعد محدد بسن 60 سنة. والناس اللي ما فهموش الفيديو اللي درته المرة اللي فاتت اللي قال لك سن التقاعد رايح يرجع على 65 سنة، هو قرار اختياري أخي الكريم، اختياري من عندك. انت كتولي في عمرك 60 سنة وخادم 32 سنة ولا أكثر من 32 سنة ولا أقل من 32 سنة، الخيار يرجع لك أنت. إن أردت أن تواصل 5 سنوات تطلب بطلب منك إلى الإدارة التي تعمل فيها بطلب خطي قبل أن تستوفي 60 سنة ب3 أشهر، وإن تم الموافقة على طلبك سوف تضاف لك 5 سنوات إضافية في سن العمل أخي الكريم. وإن لم تريد أن تضيف تلك 5 سنوات فلن تجبر على ذلك، سوف تخرج على 60 سنة، وربما يتغير قانون التقاعد مستقبلا ويصبح أقل من 60 سنة. نحن لا نعلم شيء أخي الكريم، وأنت لا تعلم شيء أخي الكريم، لا تعرف غدا ماذا سوف يحدث وماذا سوف يصير. نحن نتمنى الأفضل ونتفائل بالخير. السؤال الآخر من سليمة، تقول مساء الخير أختي سليمة، أريد أن أسأل عن الناس الذين خدموا 14 أو 15 سنة فقط ولم تصل إلى 55 سنة بالنسبة للنساء. أختي الكريمة، سن التقاعد أقل شيء هو 15 سنة ب55 سنة، أي المرأة لازم تكون سنتها قانون التقاعد الحالي 55 سنة وتكون عندها 15 سنة فعلية على الأقل لكي تستفيد من التقاعد، ولحساب معاش سنة بنقطتين ونصف. بالتوفيق أختي سليمة. السؤال الآخر، أخ إسلام، وماذا عن احتساب من حد التقاعد على أساس 5 سنوات؟ هي ما زالت 5 سنوات أخي الكريم، أما عن 10 سنوات ومشروع الجديد للقانون، الله أعلم أخي الكريم، لم يظهر جديد إلى حد الآن، وإن كان أي جديد سوف نضعه على القناة في موضع لنا معكم. السؤال الآخر، أخ إسلام، ماذا عن دفع الاشتراكات في الصندوق لتعويض سنة أو أكثر ليصل مدة 15 سنة خدمة فعلية؟ جزاك الله ألف خير. أخي الكريم، أنت شعرك خادم، ما السؤال تاعك مش واضح، إلا راك خادم 15 سنة، أقل شيء هو 15 سنة مع دفع اشتراكات 7 سنوات ونصف. وإذا أردت أن تدقق في الأمر فتواصل مع أقرب وكالة للصندوق للتقاعد وهو السي ان ار في منطقتك، وسوف تتوصل إن شاء الله
الجواب صحيح. السؤال آخر، محمد مادي: نخدم 8 سنوات فوق 32 سنة، نزيد ما يحسبوش في منحة المعاش مع العلم أن الحد الأقصى هو 80%. نعم أخي الكريم، أنت لا دخلت في عمرك 20 سنة وخدمت 32 سنة، تكون في عمرك 52 سنة، تزيد ديك 8 سنين تولي في عمرك 40 سنة، وكي تخرج يحسبوا لك تروندوزو ما يحسبولكش 40 سنة، وتخرج ب 80%، لأنهم هم يقولون بأن صندوق في عجز، وتلك 8 سنوات واحد عنده 5 سنوات زيادة، واحد عنده 4 سنوات، كلها تلك الاقتطاعات سوف تكون في الصندوق وإعانة للصندوق. ولكن بعض الأشخاص كما لا ننسى بأنهم يستفيدون في تلك السنوات، ربما من ترقية أو ريزوشلو كل 3 سنوات، بدون أن ننسى المنح، وبهذا الشيء سوف يرتفع الراتب. كل ما ارتفع الراتب، يعني شخص يكون يخلص 8 ملايين في هذه 8 سنين يولي يخلص 10 ملايين، مش كيف كيف كيخرج ب 80% 8 ملايين وكيخرج 80% ب 10 ملايين، مش كيف كيف. وبالتوفيق أخي محمد. السؤال الآخر من أخ حكيم صعدة. الأخ حكيم يتكلم عن السنوات المتبقية للعامل الذي وصل 55 سنة بالنسبة لأصحاب الأعمال الشاقة. أخي الكريم، أصحاب الأعمال الشاقة وهذه الفئة سوف تتم مراجعة قانون التقاعد بالنسبة لهذه الفئة، فلا تقلق أخي الكريم، وفي الأيام القادمة أو السنة القادمة إن شاء الله سوف يظهر جديد بالنسبة لهذه الفئة. لتحديد الفئة، المشكل الآن ليس في خفض سن التقاعد بالنسبة لأصحاب الأعمال الشاقة أو رفع سن التقاعد، المشكل هو يجب أن تحدد الفئة التي تكون ضمن الفئة التي تسمى بأعمال الشاقة. الفئة هي المشكل التي لم تحدد بعد، يجب عليهم أن يحددوا الفئة. قال أنت يا خدمتك هذه انت مع اصحاب الاعمال الشاقه، انت لا مش مع اصحاب الاعمال الشاقه. فيها دراسه عميقه جدا اخي الكريم، وتوجد كثير من القطاعات في الجزائر، ولكن سوف يتم ان شاء الله في القريب القادم التكفل بهذه الفئه ورفع الغبن عليهم وتحديد لهم سن التقاعد ان شاء الله، لاننا نعلم جميعا بان اي شخص يعمل عمل شاق فكلما بدأ يكبر كلما بدأ يتعب وينقص في المجهودات، ليس كشخص آخر لا يعمل عمل شاق يستطيع أن يعمل حتى 65 سنة أو 70 سنة، ولكن شخص يعمل عمل شاقة كتولي في عمره 45 سنة وبالزف عليه. إن شاء الله يكون بخير وبالتوفيق أخي الكريم. السؤال آخر، علي أحمف: يا أخي الله يفتح عليك، اللهم أمين، أنا وياك إن شاء الله، ربي يفتح علينا إن شاء الله في زوج. التقاعد النسبي، أنا خدمة في مؤسسة يا أخوي 10 سنوات، عندي الحق نخرج في الإحالة للتقاعد ولا لا؟ لا، جزاك الله ألف خير، أمين يا ربي العالمين. يا أخي كريم، قانون التقاعد يجب عليك أن تكون عامل 15 سنة على الأقل، 15 سنة على الأقل، فوق 15 تحت 15، والنسبة الكاملة هي 32. بالتوفيق أخي الكريم. السؤال الآخر من دوكيمونتير بن داس: بارك الله فيك أخي، أنا عمري 39 سنة، مشترك مع كاسنوس وعندي 6 سنوات اشتراك في 2014 حتى 2019، واليوم توقفت نهائيا عن العمل والاشتراك بسبب عدة أمراض، هل يمكن لإدارة كاسنوس تعطي الحق في معاش وخاصة التأمين؟ أخي الكريم، دوسي ميديكال، إنسان يكون مريض يدير دوسي ميديكال كي يكون خدام، تقدم لل إدارة توافق لك على الدوسي ميديكال تاعك، تروح لهذه شركة التأمين كاسنوس ولا كناس، كي تقبل لك الدوسي تاعك وتعطيك الأوكي نورمال ما كان حتى مشكل، ينقصوا لك في الخلصة تاعك، ما توليش تدي الخلصة تاعك كامل كيما كنت تخدم، بصح تولي قاعد في الدار وتخلص حتى تلحق السن المحدد للتقاعد. نورمال مو يكون الجواب تاعي مفهوم، انت ضروك لازم تروح الكاسنوس، الى راكم امن في الكاسنوس وتروح ليهم وتقول لهم عندي دوسي ميديكال، تحاول كيفاش دوسي تاعك ميديكال تقنعهم باش يقبلوك، وكي يقبلوك الدوسي ميديكال تاعك غادي يوافقوا لك، وكي يوافقوا لك غادي تقعد في الدار وانت نطلبوا لك الشفاء ان شاء الله يا ربي
ربي يشافيك، وتولي الخاصة تاعك تمشي نورمال، وعندهم بعض الحسابات يديروهم ما غاديش تلقى الراتب تاعك كامل، بصح تربح راحتك وربي ان شاء الله يشافيك، تقعد في الدار وتحقق المنحة تاعك ما قريت تكون منحة قليلة، بصح خير من ما تديش كامل وتكمل كيما راك حتى تلحق سن التقاعد. بالتوفيق اخي الكريم. السؤال الاخر من بلحوت خيرة. يا اختي الكريمة، صحة عيدك، الله يسلمك. كاش جديد للمعاقين من استفادة من التقاعد المسبق؟ عفوا اختي الكريمة، التقاعد المسبق بالنسبة للناس المعوقين ولا واحد مريض، تكلمت دروك رديت على السؤال باش ما نعاودش الكلام، تروحي لمصلحة الضمان الاجتماعي، تكون عندك دوسي ميديكال، يكون بورسونتاج فيه انك ما تقدريش تدي تواصلي العمل، تكون عندك 80% او 70%، ما تكونش قادر توصل للعمل انت راجل ولا امراه، يقبلوا لك الدوسي تاعك، يخلوك تروح تريح في دارك، ويديروا لك منحه، يديروا لك طابلو ويخرجوا لك منها المنحه تاعك اللي تولي تقاضاها وانت قاعد في الدار حتى توصل سن التقاعد وتدخل سن التقاعد على واف، وربي يشافي جميع مريض ان شاء الله، وربي يشافيك وبالتوفيق اختي الكريمه. سؤال اخر من بينو لايت، من فضلك بغيت نفهم سن التقاعد 65 سنه اجباري او اختياري، واذا كان اختياري ممكن يكون السنين القادمه هذا السن اجباري، ارجو الجواب شكرا مسبقا. لا شكر على واجب اخي الكريم. التقاعد الذي تم مرسوم به جريدة رسمية في الأيام الأخيرة بخمس تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، هذا سن التقاعد 65 سنة هو اختياري وليس إجباري. تقدم طلب كي تكون في عمرك 59 سنة و9 شهور، أي قبل ما تقبل 60 سنة ب3 مو، تقدم تاعك طلب للإدارة مكتوب الإدارة اللي تكون فيها، وكي تقبل لك وتوافق لك تزيد لك 5 سنوات، ما قبلت لكش تخرج على 60 سنة، تفوت 3 أشهر قبل 60 سنة ما يقبلولكش الطلب تاعك، أي أنت دير الضمون تكون في عمر 59 سنة و10 أشهر ما غاديش يقبلوك الضمون، لازم 3 أشهر قبل 60 سنة، والقانون اختياري وليس إجباري، وكثير من الناس ما فهموش الخبر مليح، إن شاء الله يكونوا فهموا في هذا الفيديو، ما قري درت عدة فيديوهات وتكلمت في هذا الموضوع، وبالتوفيق أخي الكريم. مجيد بارك الله فيك، الله يسلمك أخي الكريم. السؤال الآخر من حليمة جبلي، عندي 50 سنة وخادمة 32 سنة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، ما العمل أخي الكريم؟ العمل إضافة 5 سنوات لأن قانون التقاعد الحالي 55 سنة بالنسبة للمرأة، وبالتوفيق أختي الكريمة. إذا بدلوا في التقاعد ورجعوا 50 سنة ووافقوا على هذا المقترح الجديد اللي قدموه برلمانيين، يصبح سن التقاعد على 50 سنة، وتستفادي من كل طفل سنة إذا كان عندك أطفال، ومن كل طفلين سنتين، ومن كل 3 أطفال 3 سنوات، وهو الحد الأقصى لذلك. السؤال الآخر من حكيم، نرجو المعلومات الكافية حول التقاعد النسبي والمسبق. يقولون بأن التقاعد النسبي ما فهمنا ولو في هذه المشكلة، أرجو التوضيح وشكرا. أخي الكريم، لا يوجد تقاعد مسبق حد الآن أو التقاعد النسبي. التقاعد النسبي سوف يحتسب في سن 60 سنة عندما تكون لم تصل الحد الأقصى للعمل وهو 32 سنة، أي تكون خادم 25 سنة ما يقدرش يعطيك 80%، تولي عندك نسبة النسبية هذيك اللي تكون تحسب كل عام ب2.5، 2.5 ضربة في 25 سنة يخرج لك شحال، تخرج من برسنتاج كل عام 2.5. والتقاعد المسبق أخي الكريم لم يتم تطبيقه أو الموافقة عليه، لأن التقاعد الحالي هو تقاعد 2016 وهو 60 سنة للرجل و 55 سنة للمرأة، وبالتوفيق أخي الكريم. سؤال آخر، هانو بالخير بالخيري، أنا من قسنطينة نخدم في مستشفى الأمراض العقلية بالتوقيت الجزئي، ما كان والو هذا الساعة، ما يدري هذا السؤال موش خاص بالموضوع تاع اليوم، لكن عملت فيديو عليه، هي علقت في هذا الفيديو كي شافت اني طلعته، كان اخر فيديو الله اعلم، باش تكلم لها على المستشفيات. يا اختي الكريمة، هذه تكلم عليها وزير الصحة وقال باللي غادي يكون اصحاب التوقيت الجزئي 5 ساعات يرجعوا 8 ساعات الجميع،
الموظفين والعمال اللي تابعين قطاع الصحة والتعليمة هذه. وزير الصحة عاود يتكلم عليها في منشور نشره عبر جريدة الشروق، وراني خليت الرابط تحت الفيديو تدخلوا فيه، ولكن وين تلحق عندكم الإرسالية أو التعليمة باش يخدموكم ورق تاوعكم والكونطرا تاوعكم، هذيك قضية وقت برك. بصح الخبر صادق 100%، ومبروك عليكم التوقيت الكامل 8 ساعات. سؤال آخر من كادار دي زاد. السلام عليكم أخي، اللي خدم 7 سنين في شركة وعنده خدمة الوطنية، هل عنده الحق في التقاعد النسبي 60 سنة؟ وهو في التقاعد، هل له الحق في التقاعد والسن 60 سنة؟ أخي الكريم، التقاعد يكون على 15 سنة عمل مدة أدنى، و32 سنة كأقصى مدة عند وصول 60 سنة. أخي الكريم، أنا أقول لك بأنك أنت لم تستوفي الشرط لأقل من 15 سنة، وهي عندك 9 سنوات. يكون التقاعد تاعك عبارة عن مبلغ مالي يقدر بنسبة وسوف تتحصل عليه، والله أعلم. أزيد أتأكد من الشركة اللي راك خدم فيها، وإلا ما خبروكش وما عرفتش الرسمي ديريكت، توجه إلى صندوق التقاعد القريب منك ويزيدوا هما يفهموك مليح. بالتوفيق أخي الكريم. السؤال آخر من ليدي مخلوف. صح أفطورك الله يسلمك أخي الكريم. هذا السؤال كان في رمضان. أخي أنا خدام عون أمن حراسة في سكون أتراك، يعني 20 سنة، 10 سنوات الأولى كل عام بالكونترا، بعد 10 سنوات كل 5 سنوات سنية الكونترا، نخدم 21 يوم و7 أيام عطلة، وزاد 40 يوم كينجي، زاد 12 يوم أعياد وطنية ودينية. إلى حد الآن لم أعرف وسن التقاعد بالنسبة لي مجهول. أخي الكريم، سن التقاعد ليس مجهول بالنسبة لك، أنت خادم 20 سنة ولا 21 سنة ولا 25 سنة، دير في بالك باللي هذوك السنوات كلها راهي محسوبة لك في التقاعد. لماذا؟ لأن هذو الأيام تاع العطلة ولا الأيام تاع الراحة تاعك ولا تاع الكونجي اللي راح تديهم، دير في بالك باللي راك تتقاضى عليهم الأجر، كي تلحق شهر راك تروح تجبد أدراهمك وراك مسوري فيهم. الى ما راكش تخلص، راك تخلص غير الايامات اللي تخدم فيهم، هذيك حاجه اخرى. قال انا نخدم 21 يوم ونخلص على 21 يوم و7 ايام للريحه ما خلصونيش عليها، هذيك حاجه اخرى. بصح مادام راك تخلص الشهر تاعك عادي، راه محسوبين في سن التقاعد مالغري العطله اللي مدوها لك. سؤال اخر من صوفي شي، راهو يقول معناه حسب فهمي العمر يغلب سنوات الخدمه، العمر ياكل الخدمه 50 سنة العمر والخدمة 21 سنة، نقدر نخرج التقاعد إن شاء الله؟ لا أخي الكريم، ما تقدرش تخرج التقاعد. الرجل على 60 سنة والمرأة 55 سنة، حتى ولو كنت خادم 32 سنة قبل 55 سنة إذا كنت امرأة، ولا قبل 60 سنة إذا كنت رجل. وإذا لم تريد مواصلة العمل وأنت كنت 32 سنة وماكش حاب تزيد تواصل العمل تاعك وأنت مازال ملحق 60 سنة، عندك حل واحد وهو تقدم استقالة تاعك وتوقف لك الراتب تاعك. كي توصل 60 سنة تتحصل على المعاش تاعك بصفة عادية. وبالتوفيق لإخوتي الكرام. سؤال آخر، خالد عزوز. 32 سنة خدمة يخرج ولا لا؟ لا باختصار نعم أو لا. أخي الكريم، تاعك تقول 32 سنة بصح ما عطيتناش العمر تاعك شحال. إذا عندك 60 سنة تخرج، إذا عندك أقل من 60 سنة لا. وتكلمت قبل السؤال تاعك بأنه إذا حاب تخرج مازال ما وصلتش سن 60 سنة بالتقاعد الحالي، بالقانون تاع التقاعد الحالي لخادم 32 سنة مازال ما لحقش 60 سنة، بالقانون تاع التقاعد الحالي ما يسمح لكش القانون بعد تخرج التقاعد إلا بحالة واحدة، وهي طلب الاستقالة بطلب منك أنت أخي الكريم، وسوف تتقاضى معاشك بصفة عادية حتى توصل سن 60 سنة. والسؤال الأخير الذي سوف ننهي به هذا الفيديو وحلقتنا معكم اليوم، أنا حرفي سيد لحسن بكرار، أنا حرفي أشترك في كاسنوس 27 سنة وعمري 52 سنة، ما هو الحل؟ أخي الكريم، لحد الآن لم تستوفي سن التقاعد الذي يسمح لك بالخروج حتى ولم تكمل 32 سنة كخدمة فعلية. بالتوفيق للجميع، إن شاء الله أكون قد أفدتكم
بما أقدمه لكم إخواني الكرام. موضوع اليوم كان على الإجابة على أسئلتكم، لأنني أردت أن أعمل هذا الفيديو، ولكن الوقت ولضيق الوقت لم أستطع أن أعمل هذا الفيديو لكي أجيب على أسئلتكم، فأعذروني إخواني الكرام. واليوم تاحت لي الفرصة لكي أضع هذا الفيديو وأجيب على أسئلتكم إخواني الكرام، فأنا أجبت عليها جميعا، التعليقات التي أتت في الفيديوهات السابقة للأسبوع هذا الماضي، والناس اللي عندهم تعليقات جديدة مش يجيبوا لي تعليقات أنا هادر عليها في الفيديو إجابتها، يحطوا لي أسفل الفيديو في التعليقات في الوصف الأسئلة تحم، وإن شاء الله بربي نجاوبكم عليها. ما تنساوش تدعموا هذا الفيديو بزر الإعجاب، وتشتركوا في القناة إذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو على القناة تاعنا، وتفعل زر الجرس باش يوصلك جديد. كان معكم عبد النور مدريد، ألقاكم بخير وعلى خير متابعينا الأوفياء. سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى أن تضغط زر الإعجاب تحفيزا لنا لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد، واتركوا لنا تعليقاتكم واتركوا لنا آراءكم في التعليقات على هذه المنحة الجديدة التي قررت مؤسسة البريد للجزائر ومديرية المياه للجزائر منحها بخصوص هذه المنحة التي قررت مديرية الجزائرية للمياه ومؤسسة البريد الجزائر منحها للمرأة العاملة هدية في يوم عيد المرأة. موضوعي معكم اليوم، لكن قبل نهاية الفيديو نطلب منكم أن تدعموا هذا المقطع بزر الإعجاب تحفيزا لنا لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد، ولا تنسوا أن تتركوا لنا آراءكم
أسفل التعليقات. في فيديو قادم إن شاء الله ألقاكم بخير. كان معكم عبد النور مدريد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.